السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من تمارة وبالضبط حي الوفاق. حي الوفاق جولة خفيفة، هنا واحد الطريقة تهبط لينا لتحت، كاين شي امور هنا كذلك طريق اخرى. شنو هادشي هنايا؟ هادي حتى هي هادي اشغال، هادي كنظن هادي ربما هي اشغال قادمة. الله يسخر الامور، اشغال جديدة في الوفاق. وي ياي هادشي جديدة الاخوان، اشغال جديدة في الوفاق والله العظيم لا بالصدفة. غريب غريب حال الوفاق. كما كتشوفوا معنا مجموعه من البنايات عندنا هنايا اللي غادي ان شاء الله نديكم لهم واحد الحلقه خاصه ان شاء الله، فالناس يستاهلوا كل خير. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، انا كنشوفوا التروطوار الزناقين كيتقادوا مزيان. هادشي كيبشر بالخير، هادشي هذا كيبشر بالخير. مع العلم كيبانوا لي بعض البنايات العشوائيه، الطريقه باش مبنيين تطرح علامه استفهام كبيره. واش غادي تشملوا مع عمليه الهدم وتعاودوا في البني؟ ما عرفتش بالضبط، ولكن غادي نرجعوا لهذا الموضوع ان شاء الله. نتمنوا من الله الخير والتيسير. كاين بنايات اللي سادين زناقي هنايا، كاين بنايات اللي سادين زناقي هنا بالجنبات ديال الملحقه الاداريه السادسه. يعني شفتوا معنا هاد البلاصه بعدا اللي صورت لكم كانت فيها اصلا عمليه الهدم واحد الوقيته ووقفات العمليه. فكما كتشوفوا صراحه هادي هي اللقطه اللي ضعنا فيها. والله العظيم الا كنتمنى من الله انه تكون شي التفاته في الطريق هادي. هاد النيفو ديال الطريق هادي والله العظيم كان يخرج لنا الطريق من هنا مباشره لشارع الحسن الاول. كنا نمني النفس انها تخرج قنطره ولا يخرج نافق من هنا مباشره لشارع الحسن الاول. وكنتمناو من الله ان الوالي اليعقوبي يفكر في هذه المساله هذه، لان صراحه شوفوا هنايا المحطه الطرقيه ديال تماره في الخلف ديالها ما كانش هاد الطريقه. انتم واش ما فهمش هذه راه تبقى علامه استفهام كبيره. حنا مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم، ولكن حتى الطريق ما عندناش لاكار ديال التران ديال تماره. خلي هذوك اللي ما كيوقفوش لينا في تماره وزيد. كاين امور اللي خاصها تقاد، لان حويجات ملي كيتقادو كتيسر امور اخرى معاها. نتمناو نلقاو اذاني صاغيه في هذا الباب هذا، الله يجازيكم بخير. في حلة جديدة إن شاء الله مع استمرار الأشغال إلى آخر نقطة، إلى آخر نقطة إن شاء الله. فكما كيعرف الجميع الأشغال في شارع أمينة بنت وهب كما واكبتوا معنا أشغال مستمرة، وشفنا أشغال جديدة هنا في الفوق ديال المحكمة الابتدائية. يعني كاين امور اللي زوينه كدار في تماره وهادشي كيبشر بالخير. اعاده التهيئه ديال بعض الاحياء القديمه هنايا في الوفاق، فالله يسخر الامور. ولنا عوده ان شاء الله في هذا البلان هذا باش نقربوكم من اسم الحي وشنو غيكون بالضبط وشنو غادي يدار. يعني امور اللي غنشوفوها تكون مزيانه ان شاء الله. الطريقه هذه خلاص هذه شملات التوسيعه ولا شي واحد الحله جديدة، شارع كبير شارع عملاق. وغنقطعو معاكم ما بعد شارع غزة. أشغال متواصلة في كل مكان. تلاقيت واحد لوجة عزيز خويا مصطفى، اضطريت ندير واحد البوز ورجعت لنفس البلاصة وغادي نختم معاكم ونقول لكم الله يسخر يا ربي والله يدير لي فيها الخير. فالوفاق هو هذا، وراه غادي يكون ان شاء الله مزيان من هنا لقدام. كيلزم شويه الصبر
ونغيروا السلوك ديالنا وان شاء الله ما يكون غير الخير. فبداو كيركبوا لنا الاعمده الكهربائيه هنايا اللي من على اليسار هنا باقي، ولكن ان شاء الله الشارع قريب يكمل ان شاء الله. فالله يسخر الامور. مدينه تمارا غتقول الكلمه ديالها فهاد المرحله، المرحله اللي صراحه شفنا فيها اشغال في كل بلاصه عكس المراحل السابقه. الله يسخر الامور ان شاء الله. ولي فراسكم والسلام عليكم.